العالم. يجب علينا المحافظة عليها إذا. بصراحة أشعر أنها تحمل قرية من الأشرار. يوجد نوافذ كثيرة في ساقها. هذه ليست نوافذ، إنها فتحات تخرج منها العصارات الزائدة. ماذا يفعلون بالعصارة؟ في الحقيقة أرنوبي، ماذا يفعلون بها؟ حسناً، سأشرح لك ماذا يفعلون بها. الجذع مملوء بالعصارة، تجمع العصارة بعمل فتحات في الجذع، ثم تنقى وتحول إلى بنزين، وما تبقى يتبخر ويتحول إلى غازات. ماذا تقول؟ هل يمكن للشجرة أن تشتعل؟ حسناً، وقد تنطلق إلى السماء مثل الصاروخ أو الألعاب النارية إذا اشتعلت. يجب ألا يحدث هذا، إنها حمية القرية. سيكون منظرها رائعاً لو انطلقت للسماء. لا نسمح أن يحدث هذا، قد تحدث كارثة لو اشتعلت بها النار. يا لها من شجرة رائعة. انتبهي لونا. حفرة عميقة، عميقة جدا. مونغو، ما الأمر يا طقس؟ السماء ستمطر. السماء ستمطر. طقس انتظرني. وجبة اليوم شرائح لحم، وجبة بابا المفضلة. هل نجهز ما يطلبه وهو نائم؟ الرجال عادة يحلمون بما يسعده ويعبرون عنه أثناء نومهم. إذن الرجال يقولون في نومهم ما يريدون. هل جهزت شرائح اللحم يا دبدوبة؟ مساء الخير يا سيد دبدوب، إنها تمطر بشدة في الخارج. اليوم موعد تسليم سورة الشجرة الكبيرة. اليوم هو موعد التسليم؟ يا إلهي، هل نسيت ثانية؟ أنا لم أنسى، ولكني كنت أريد أن تكون الشمس في خلفية الصورة. ماذا تقول؟ الشمس في الخلفية؟ يا لها من فكرة. ولكن هذا الشتاء والريح أمر مؤسف حقا، سيفسد الأمر. أهلاً آنسة لويس، إنني أتطفل عليكم. آنسة لويس، لا تستطيعين العودة في هذه العاصفة، لما لا تبقين هنا الليلة وتتناولين العشاء معنا؟ الحقيقة إني أتبع نظاماً غذائياً قاسياً، ولا أستطيع أكل الحلوى، ولكنني سأكون سعيدة لو بقيت معكم. هذه الشجرة الجميلة الكبيرة هكذا في ليلة واحدة. يا بابا، سننقذ الشجرة مهما حدث، اعتمد علينا. يا سيد الدبدوب، لقد فشلت فكرتك لالتقاط صورة الشجرة والشمس خلفها، ولكن منظر الأطفال وهم يحاولون إنقاذ الشجرة يوحي بفكرة جميلة. هيا التقط الصور. ستكون صورا رائعة. سيد الدبدوب. بابا، سيد دبدوب، سيد دبدوب، إنه ثقيل جدا، لن يستطيع تسلق الحفرة. لما لا نقطع الشجرة كلها؟ هذا لن يساعدنا. سأذهب وأنادي ماما، تعرف كيف تنقذه. دعينا نتصرف لوحدنا. والآن لحظة واحدة. حسنا، هيا نحضر حبلا. ما
ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ كل هذا بسببي، لو لم أطلب منه الصورة، كل هذا بسببي. والآن سأنزل الحبل إلى الحفرة. ولكنه يأتي من جهة أغصان الأشجار. ماذا تظن يا أرنوبي؟ لحظة واحدة، لم أعد أسمع شيئا. لقد نمت جيدا. ما هذا المكان الذي وقعت به؟ ما هذا؟ كيف حدث هذا؟ كيف يمكن أن يكون هناك برعما في حفرة كهذه؟ إنها من عجائب الطبيعة. مياه الأمطار والقليل من الضوء تساعد البراعم لتنمو. إنها فن حقيقي، ولكنها لن تنمو هنا. إنها من عجائب الطبيعة. سأنقلها إلى مكان مشمس. بابا! لم يبقى لدينا حبل. ماذا؟ ماذا؟ لقد فشلنا. بابا! ماذا سأفعل لأخرج من هنا؟ لقد رموا لي الحبل. هذا سينفع. الحبل لن يتحمل وزني. سيدة دبدوبة، كل هذا حدث بسببي، أرجوك سامحيني. آنسة لويس، لا عليك من هذا، بالرغم من تصرفاته فهو دائما يكون محظوظا. دبدوب، دبدوب، افرح، لقد صنعت لك شريحة لحم بطريقة خاصة. بابا! ماما، هل مات بابا؟ لارا، أمسكي أعصابك، لن يحدث لبابا شيء. املأ الحفرة بالماء ثم اشعل الغاز. لقد تكلمت الشجرة. انه شبح، ولكن بابا سيغرق بالماء. شبح في الشجرة؟ افعلوا كما اقول واسرعوا. افعلوا كما سمعتم وانقذوا بابا. دبدوب. كل شيء جاهز. نحن جاهزون. حسنا، هل سينجح هذا بالفعل؟ أنا لا أؤمن بالأشباح، ولكنني سأفعل كما قال. لا خيار لدينا الآن. بابا! الآن. بخير كما تري وأدخن الغليون. دبدوب، لقد أنقذ شبح الشجرة حياتك. نفذ الأطفال ما قاله لهم الشبح، صبوا الماء وأشعلوا النار في الشجرة. أنا الذي قلت لهم هذا. لابد أن صدى صوتي بدا غريبا. إذن هذا ليس شبحا، ولكن لما قال صبوا الماء حتى لا يصاب بابا بأذى. لم أكن أريد هذا البرعم أن يصاب بأذى. إنه برعم من الشجرة.
كم هو جميل! لنزرعه في حديقتنا! أظن أن علينا أن نزرعه بجانب الشجرة الشبح، وسيكون شبحاً صغيراً.